بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير، وأهلا وسهلا بالدكتور والباحث والمفكر الإسلامي محمد شحرور. أهلا بك في هذه الحلقة. في قراءته المعاصرة ذكر الدكتور محمد شحرور أنها ضرورية لإعادة الاعتبار إلى العقل العربي الذي يعاني من إشكاليات ومن أزمات، ولكن لم نسأله بعد كيف أنتج قراءته المعاصرة وما هي الأسس والضوابط التي انطلق منها. دكتور، ما هو منهجك وما هي ضوابط ومحددات قراءتك المعاصرة؟ على أي شيء استندت لتقدم نظريتك المعرفية بين قوسين، هي نظرية معرفية وهي أيضا فهمك الذاتي للكتاب والقرآن، ما هي الأسس؟ أولا، هناك يجب أن نميز بين الأسس التي اتبعتها في التعامل مع التنزيل الحكيم وبين أنه هل يوجد في القرآن نظرية في المعرفة الإنسانية. هذول أمران مختلفة تماما. نعم. هل يوجد في القرآن نظرية في المعرفة الإنسانية تتيح لنا أن نصعد إلى الفضاء أو ننزل إلى قاع البحر ونكتشف توالي السرطان؟ نعم. هذا شيء، وشيء ما هو المنهج المتبع من قبلي. وأنا أقول المنهج المتبع من قبلي طبقا لسقف المعرفي للقرن العشرين، والآن ما أكتبه في القرن 21. هذا السقف الذي أنا أقف عليه والأرضية. شو المقصود؟ يعني المقصود أنه بعد 50 سنة يجب أن يعاد النظر في كل ما أكتب. يجب. أنت تبيح إذن أن لكل زمان أسلوب في الفهم أو أنا لست مضطر أن أحل مشاكل الناس بعد 100 سنة. أنا غير مجبور. الناس بعد 100 سنة هم يحلوا مشاكلهم، مو أنا بدي أحلوا مشاكلهم. وبالزمان أحد الناس سألني في أحد الجلسات أنه لو كان هناك الآن عدد النساء في العالم أكثر من عدد الرجال، والتعددية الزوجية أنه في أرامل وإلى آخره، سنبحث التعددية الزوجية. فقال لي إذا كان هناك عدد الرجال أكثر من عدد النساء، هل يجوز التعددية الزوجية للمرأة؟ فقلت له عندما يصبح هذا أنا غير مجبور أن أجد الحل لحالي لم توجد بعد. إذن هم سيجدون الحل مو أنا. في مرونة بطرحك وفي أنا غير ملزم بأنه لاقي حل لمشكلة بدها تطلع بعد 100 سنة. كيف دي أنا مجبور لاقي لها حل؟ يعني هذا يعني أعطيك مثال، يعني مثلا الفقهاء قالوا هل يجوز الصلاة على أرجوحة غير معلقة وغير مستندة على الأرض؟ الناس قالوا يجوز، ناس قالوا لا يجوز. معلقة تقصد غير مستندة على الأرض؟ لا معلقة في السقف ولا مستندة على الأرض. نعم. قالوا هلأ هي الطيارة طلعت، يعني أنا مالي مسفور المشاكل. يعني هي المشاكل هل يسمها عابد جابري الممكنات العقلية؟ نحن ما بنشتغل بالممكنات العقلية، نحن بنشتغل بالمشاكل الواقعية. هل على أرض الواقع. هل هذه المرونة جزء من منهجك؟ طبعا أنا في أمامي واقع، وأنا أذكر مصداقية الواقع وتطابقه مع التنزيل. يعني مثلا التنزيل الحكيم قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ما أنفقوا من أموالهم. هذه الحالة رجال نساء فضل الله بعضهم على بعض أنفقوا من أموالهم موجودة باليابان، مو فقط في بيروت ولا في مكة ولا في المدينة، في اليابان موجودة. وين وين فين عم يعطيك خبر؟ شو القصد؟ ما وضحت الفكرة. المصداقية وينها؟ انه في رجال وفي نساء وعم يحكي على قوامي فضل الله بعضهم على بعض. طيب رجال ونساء باليابان في ولا ما في؟ في طبعا بكل مكان. طيب فضل الله والله عم يفضل الناس بعض على بعض، وين يفضلون؟ حدد وبما أفقوا من أموالهم. مجال التفضيل محدد في الآية. لا وبما فضل بس قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم في واو. طيب وين بدي اشوفها؟ انه هي الآية بدي احكي على القوامي. طيب الآية بدي اشوفها باليابان وين؟ بدي اشوفها بلوس انجلوس. انا عم بحكي على عالمية. اين العالمية؟ الغير عالمية المحلية الخاصية هي الشعائر.
هناك شعائر خاصة بالرسالة المحمدية لا تحمل الصفة العالمية. إذن أول مستند مرتكز لما قدمته من مشروع المصداقية أم العالمية؟ العالمية والمصداقية مع بعض، إنه العالمية والمصداقية. رب العالمين عم يقول لي، وأنا أؤمن إن المصحف من الجلد إلى الجلد، من أول سورة فاتحة وحيا، وأنا أصدق إنه هذا وحيا من عند الله في النص والمحتوى، في النص والمحتوى. وبالتالي الله صادق وبيريد رحمة إلنا. قوله الحق. قوله الحق. نعم. لا، في مرتكز ثاني. بس الصوم مو حق. قوله الحق في القرآن شرحناها القرآن في القرآن بين الكلام والكلمات في حلقة سابقة. نعم. المهم، أول خاصية ألا ترادف في التنزيل الحكيم. يعني أنتم تحطوا ترادف في الشعر، طيب ساووا ترادف في الشعر، بس في التنزيل الحكيم الترادف غير موجود إطلاقا. ما ممكن يكونوا كلمتين لهم نفس المعنى. مفهوم الترادف الدقيق موجود، بس مو مثل ما حطوه. واضطر وقال لك، لأقول لك ليش اضطروا يقبلوا بالترادف. معظم الفقهاء اضطروا يقبلوا بالترادف. ليش اضطروا يقبلوا؟ رديف بيقول لك أردفتك خلفي، يعني أنت قريب مني كثير، صرت قاعد وراي في خلفي. فأنت ممكن تكون ماسسني، بس أنت وأنا أنا، أنت لست أنا. يبقى التغاير والاختلاف. يعني أنت قريب كثير مني، ليس بس بطبع. أنت هذا الترادف. يعني أعطيك مثال، قطف وقطر وقطع، واضحة؟ نعم. قطف قطر قطع، قطف قطر قطع، صرنا في فقه اللغة. نعم. تعرف شو يعني؟ هاي الترادف. ليش؟ لأنه معنى قراب من بعض، بس خطر مو قطع، وقطع مو خطف. نحن حولنا الترادف إلى تطابق. إلى تطابق. لا، هون في صوتين مشتركين وفي حرف واحد مختلف. نحن حولناهم إطلاقا، يعني أب ووالد. لك يا أستاذ، أب والد ما في أي شيء مشترك بيناتهم، جذرين مختلفين تماما. يعني بينما يمكن أن يكون المعنى الواحد، الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى. تعطينا مثال. مثال، المثال الأول، الكلمة أكثر من معنى. أنا رح أعطي قول الجرجاني، عندما يخاطب المتكلم السامع لا يقصد إفهامه معاني الكلمات المفردة، وإنما هو النظم، هو التكست. يعني أجيب لك مثال. هذا القول للجرجاني. إيه. نعم. عندما يخاطب المتكلم السامع لا يقصد إفهامه معاني الكلمات المفردة، إنه يعني المتكلم وقت يحكي مع سامع هو مو قاموس، مو ديكشنري. هالفكرة دقيقة. دقيقة. يعني أعطيك مثال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسمى والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب هون النساء، ما قال لك إنه هون النساء يعني مو جمع امرأة، هو ما قال لك، بس انت لازم تشوفها. هون النساء جمع نسيء، هي متأخر، لأنه حتى مع الأنعام. شو دليلك؟ لأنه حتى مع الدواب. وقال زوينا للناس، للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لا، والبنين كمان انتبه، ها، أشياء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث. هون النساء لا تعني جمع امرأة، ليس جنس النساء. لا، والبنين النساء. ليس جنس الأبناء. والدليل جنس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني البنات بينفعوا، فصل الذكور عن الإناث. لو لا فهمنا هذا الفهم. لا بنون، يعني فرعون ما سوى الأهرامات، الأهرامات ما بتنفعه من البناء، وليس من ماله وليس الأبناء. لا، يعني الأبناء لا ينفعوا، البنات بينفعوا. يعني طيب، من النساء والبنين، بنين الذكور يعني نساء، لا البنات لا. كان ذكر الرجال، يعني لو كانت النساء هي جمع امرأة، فهون مبين واضحة.
اليوم لا فعولاما ولا بنون، لا خذلنا انه اولادك. شو علاقة هالمثال بقول الجرجاني؟ لا يقصد المتكلم افهام السامع، وانما هو النظم، معاني الكلمات المفردة. لانه حط النساء، حط الشهوات، وحط زينة للناس كلهم، اهل الارض كلهم، وحط الشهوات، وحط الخيل المسومة، وحط الانعام، يعني حط حاطط اذا كان بيقصد فيها الشهوات الانسانية كلها، اذا بيقصد فيها النساء يعني جمع امرأة، حاططها مع الدواب. وحشى لله يعني أن يفعل ذلك، وقال هي متاع الحياة الدنيا، متاع غراض يعني، مظبوط، لأنه في خيل وفي ذهب وفي ذهب، له ذهب وفي ذهب وفي غراض، يعني أتيت بمعنى جديد للنساء من النسي، من الزيادة. هلأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هلأ هون النساء جمع امرأة، شو عرفك؟ قال لك من النظم، النظم تقصد السياق، السياق. قال لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وليس قال لك عندما يخاطب المتكلم السامع لا يقصد إفهامه المعاني الكلمات المفردة، وإنما هو السياق والنظم، من هون بدك تعرف. إذن علينا أن ننظر إلى الآية جملة واحدة، تماما تماما. لا سبق أنا ممكن هلأ أفصل لك الآيات وين النساء جمع نسي، وأحيانا في آيات النساء هي مجموعة ذكور كلهم، النساء مجموع الذكور، أو نسائهن بآية التوبة 31، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لك أو نسائهن، هون نسائهن النساء. النساء هذه أحدثت إشكالا يعني في الفهم عند الكثيرين، لكي لغة إلى نساء النساء يعني، أو أهل الكتاب أو يعني. طيب. هناك دكتور لو سمحت لي، هناك باحث أيضا من حقل الهندسة، يعني دكتور في الهندسة هو، في برنامج ما في إحدى الفضائيات أعطى معنى آخر لكلمة نسائهن، هل تجد صلة بينك وبينه يعني هذا الرجل؟ أنا هالشيء كتبته سنة 1990. هو لا، هو حديث العهد ربما. أنا هذا شرح آية الزينة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كتبته سنة 1990، نشرته 1990. لا لا لا، أنا ما أتكلم عنه، برنامج جديد يعني. ونشرت التعددية الزوجية كمان سنة 1990. نعم، ذكر كثير من هذه الأفكار التي تذكرها، ربما هي تقاطع يعني أو شيء آخر. مثل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كيف بدك تفهمه نساؤكم يعني جمع امرأة؟ يعني حرث يعني شو؟ يعني من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة. ما معنى النساء هون في الحرث؟ هي الموبايل والراديو الزيادات من الناس، ما استجد من أشياء إلى أن تقوم كل ما استجد. نعم. كلها حلال، لا تسأل حلال ولا حرام، واتقوا الله باستعمالها، فأتوا حرثكم أن شئتم، أن زمانية مكانية، وعم يخاطب الذكور والإناث. يعني إذا كل شيء استجد إلى أن تقوم الساعة، لا تسأل الشيوخ حلال ولا حرام، لا تسألون. هيك فهمت، فأتوا حرثكم أن شئتوا، هذا مكسب، مكسب ابن حرث يعني، هو المكسب، هي مكاسب لكم. طيب الجذر اللغوي للنساء لا لا، نسيئة الجذر اللغوي، يعني في حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسأ له يتأخر في يعني يتأخر، فليصل رحمه، يتأخر عمره يعني طول عمره أكثر. فهي نظم، ممكن يكون بالنظم انه الكلمة الواحدة لها اكثر معنى، هذا مترادف. هي مثل النساء معنى ايه، لا في كلمات تانية لها اكثر من معنى، مثل فعل امر، نسمع معاني امر، الفعل معنى الاول لامر هو الامر ضد النهي، ان الله يامركم يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، امر ضد النهي، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذه اثنين، الامر هو شان الانسان سبحان، انما امره اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون. ثلاثه، الامر هو التعجب، حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اغرقتها لتغرق، الا لقد جئت شيئا امرا. امرا ايه، هنا امرا، نعم، هو شيء عجيب. من الكسر. ثلاثه، هو الكثره، الكثره، نعم. واذا اردنا ان نهلك قريتين امرنا مترفيها ففسقوا، امرنا او امرنا هي الكثره يعني، لكن يعني مفهوم امرنا مترفيها لها مفهوم اخر عند كل الناس. لا لا لا، لك يا اي قضينا، انت 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 بتروح على الفرن بتقول له امر لي الرغيف، شو يعني الكلمة كتير محلية يعني؟ لا أمرة،
زيادة زيادة زيد بيع مأمرة أكثر, أكثر من شيء هذا الرغيف الشوي وأكثر يعني عرضه أكثر. هلأ بيع مأمرة بيقول لك بيع مأمرة يعني بيشوف لغد الشام في الاتهالات في مطابقة بيع مأمرة ربحت كثير يعني تفهم إذا أردنا أن نهلك قرية أكثرنا أو كثرنا من يعني المترفين يعني صاروا طبقة لأنه مترف واحد ما بيهلك قرية هلو بيصيروا طبقة يعني الفساد بيصير طبقة كلها معاني جديدة على قالوا هذا قانون فحق عليه القول قول هذا قالوا انتبه هذا قانون سنة الله سنة الله نعم. هذا بيتدمر انتهت زيد ولا عمر ولا جورج مثل بعض تمام يعني ما زالت أشياء جديدة تنهال على أذهاننا وأسماعنا سنتابع معك دكتور ولكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين عودة إلى متابعة حوارنا مع الدكتور محمد شحرور حول الأسس والضوابط التي استند عليها في نظريته أو في منهجه عبر كتبه الستة التي أصدرها دكتور وقفنا عند أمثلة عن الترادف وأن الترادف أحدث مشكلة في الفهم أين تكمن هذه المشكلة بالترادف يعني لو كنت أنا ممن يؤمن بالترادف ألا أستطيع أن أفهم القرآن الكريم أو هل أذهب بعيدا عن معانيه كيف تفرق إذا كان هناك ترادف بين الولد والابن كيف تفرق بين الأب والوالد كيف تفرق بين الإله والرب كيف تفرق كم معنى للنساء موجود معاني فعل أمر كم مرة يعني هنا يجب أن نكون في منتهى الدقة الترادف أن هناك كلمتان في نفس المعنى لا يوجد وفي كل لغات أهل الأرض الترادف غير موجود إلا بالعربية لا حتى بالعربية غير موجود بقواعد سيبوية قواعد سيبوية هلا أقول لك ليش اضطروا سوا لو سيبوية لما لأنه هو ظنوا الترادف منين جاء هناك وتسجلوا اللغة العربية دونوها دون. في قبائل مختلفة القبائل المختلفة في أماكن مختلفة كانت لنفس تستعمل كلمات مختلفة ظنوا أنها مترادفة هي مقاربات هي لا هي هي هي, هي ناس مختلفين عن بعض تماما نعم يعني مثل كلمة محلية في دمشق وكلمة محلية في حلب فدونوا اللغة قالوا هي مترادفات بينما هي ليست مترادفة لأنه أنت عم تدون لغة واحدة صحيح. لتوحيد لسان قبائل مختلفة أنت ولسبب كونه القرآن جاء لكل للعرب بالذات لسان عربي مستحيل يكون في ترادف في استحالة صح لأنه عم يعبر عن اللسان المبين وعم يعبر عن واقع تركز كثيرا على عدم الترادف وكأنه يعني هو العمود الفقري للمنهج يا سيدي فاضل نحن بالرياضيات من قلهم انه في عندي مثلا اي زائد اذا كان عندي كسر مثلا 1.003 لازم قله للتقريب سأحط واحد سأعضه واحد للتقريب يعني لازم نبهه اللي انا عم اقول له انا هي 1.03 بس انا مشان التقريب رح احطه واحد وحطه تقريبا يعني هو احيانا بيلجأوا إلى إنه يقربها لذهنك مقاربات بينما هي الواقع لا اثنين الشيء هلأ نحن واعين فيه عندما يتكلم القائل أنه يقول ليبين شيء ليبين. فإذا نسي إذا أنه يقول ولا يبين فهذه ليست لغة إنما هي هراء يعني أنا عم بحكي أنت عم تطلع أنه أنا على بالواقع مو هيك بعلم الدلالة يعني بين دائما بين السامع والمخاطب يجب أن تكون هناك رسالة يوصل رسالة نعم الآن أصبح من دعائم منهجك دكتور أنا بدي أسألك سؤال واحد تفضل 90% من خطاب الجمعة اسمع وشوف انه عم يحكي لغة عربية اسمع شوف انه اللي عم يحكي بالواقع وينه هو يتكلم عن واقع تاريخي يتكلم عن تاريخ
ليقيس عليه الحاضر ويدعو إلى مكارم يعني نحن الأخلاق. يعني نحن عايشين في حالة عدمية، هي الحالة العدمية. يعني أنت وقت ما عم تعبر عن الواقع نفسه هذي أنت عايشه، والواقع المعرفي والواقع الاجتماعي والواقع الشيء ما عم تعبر عنه، أنت عم تتكلم كلام أي كلام. يعني هذا يعني رأيي، وهناك لا يجوز التعميم يعني. لا تحكي عن العدم بشرح لك إياها بالصوت شو يعني العدم. لعلك الشغلة الثانية، ما في زيادات نحوية، هي من دعائم المنهج. نعم، أن القرآن الكريم أو المصحف لا يحوي على زيادات نحوية. ما القصد بزيادات نحوية قبل أن تشرح؟ يقولون ما بعد إذا زائدة، هي زائدة نحوية في القواعد في علم النحو. إيه بس هل هي زائدة دلالية ولا بصير حشو؟ يجب أن تضيف معنى ما. إيه يعني لازم معنى ما. إذا الشمس كورت ما بيقول، طيب إذا بالنسبة من الناحية النحوية إذا قلت إذا ما الشمس كورت ما بصير شيء، هيك 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 بيقولوا إنه ما معلش، لأنه ما زائدة، ما بعد إذا زائدة لم يجب وبعد لها إن زائدة وظيفة، إن ما يعني زائدة. طيب الزمخشري وقف طويلا عند قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، لك عم يقول شلون يعني إما يأتينكم مني، لك ما بعد إن احتمالي احتمالي. طيب يعني بجوز كان هدى ما يجي يعني، وإذا الشمس كورت ظرف لما يستقبل من الزمان. بس ما قال ما. طيب هذه مشاكل اللغويين. لا لا هي دلالة، وقت قال إما الماء نافية نفت الاحتمال، نفت الاحتمال وليس الخبر وليس الجملة. طبعا نعم نعم وضحي. نعم وقت قال ما أم نفى الاحتمال فأصبح حتمي يعني أمر الله. وقت قال إذا ما نفى العذر، أنه ما لك عذر بدك تروح، بينما ما قال إذا ما نودي للصلاة من يوم الجمعة قال له ممكن ينادي بس نودية. أنت ما بتروح مريض لا تروح، وتحيط نفى العدل. هلا أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه ربه وقطر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هون اثنين حط إذا ما، ليش؟ الابتلاء حتمي لأنه ما بعد إذا حتمي، ونوع الابتلاء احتمالي قال ما. هناك احتمالي وهناك حتمي. حتمي متى تكون احتمالي ومتى تكون حتمي؟ حتمي إذا ما بعد إذا. بعد إذا. المهم بيقول لك مرة سئل أحد العلماء ثم إذا شاء أنشره، قال له لك طيب شون يعني إذا شاء أنشره، يعني بجوز ما ينشره؟ قال له مو هيك، إذا شاء يعني حينشره، أما هذيك إن شاء أنشره. الفعل بعد إذا وقوعه حتمي. حتمي ما يستخدم حتمي الوقوع. حتمي الوقوع. لكان فإذا سويته يسوى، إذا الشمس كورت حتتكور، وإذا النجوم انكدرت حتنكدر. طيب يعني كل أحداث ساعة بيقول إذا، بينما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، إن مات أو قتل إن وليس إذا، بينما التعدد الزوجي احتمال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بينما ظاهرة الطلاق ما ممكن تلتغى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال له طلاق ما بيلتغى. لو كانت الآية وإذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى معناتها حتحصل إجباري، ما في كلام. نعم معناتها إلغاء التعددية الزوجية وارد، لأنه هذا في الحلال لأنه احتمالي. أما إلغاء الطلاق موارد، الدول اللي كانت تلغي الطلاق رجعته. سبحان الله، يعني هذه حكمة الإسلام وهذه بلاغة القرآن الكريم. في رب سبحان الله، في رب سبحان الله. وحيث هوني التقرير نعم، نعم. ما في زيادة مثلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هنا استطاعوا وهنا استطاعوا. أنت بدك تطلع على جبل قاسيون بدمشق، بدك تطلع على قاسيون تجي لأفق قاسيون، بدك تبسل جهد ما. طيب إذا تحفظ نفق في قاسيون وين بدك جهد أكثر؟ لا شك الحفر النفق أقسى جدا من الصعود والهبوط، ولسبب ضاف تاء اسمه تاء الجهد. فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يطلعوا فوق ويطلعوا وراء،
وما استطاعوا له نقضة. وبسورة الكهف إنك لن تستطيع معي الصبر، يعني له عمل جهدك يعني، وبآية أخرى تحذف التاء، لكن تاء الجهد هذه هل قال بها إنسان غير أهل محمد شحرور؟ أنا لا يعني شيء. أعطيك مثال، معلم مثال، خرج من الجامعة دقيقة، أنت بتكون جوات جامعة بتطلع دقيقة، تخرج من الجامعة 4 سنين، تاء واحدة أعطت مدة زمنية طويلة، جرت تجارة يعني تجارة يعني تاء هي تاء الجهد، تاء الجهد أنا مسميها تاء الجهد لطيفة، عرف عرف تعرف تعرف مني عليه، يعني هي انه مو زايدة هي. اثنين، بدنا شوي نطلع على سيبويه، لانه وقت بيطلع وقت بتيجي بالتنزيل الحكيم غير سيبويه بيلاقوا له تخريجه دائما. بقواعد سيبويه، بقواعد سيبويه بيقول لك ضمير مستتر وجوبا وضمير مستتر جوازا. نعم، عندما يكون متكلم مخاطب الضمير مستتر وجوبا، وجوبا، واذا كان غائب الضمير مستتر جوازا، جوازا فعل الامر وجوبا بالفعل الماضي جوازا. اذا قاعد عم بقول لك اقعد، ما بقول لك انت شو قاعد. طيب رب العالمين قال لادم اسكن انت وزوجك، عم يخاطبه، وين موطن الشاهد؟ مستتر وجوبا، انت حط انت ضمير لانه في عطف بعدها، لا تكون انت وزوجك ايه. ليش قال له انت؟ عم يقول له انت يعني هو قبل ما قال له تكون انت وزوجك، هون انت ما له دور يعني، هون تكون وزوجك الا بحاله واحده الا دلاله. ان شو قالوا؟ انتبه على شو قالوا، انت للتاكيد، ان انا ماشي الحال، انا ما في انه انت للتاكيد. تاكيد ايش يعني؟ ما بيأكد إلا إذا كان في شك، لا إذا في ممكن الالتباس، ممكن يعني في ممكن يصير، قال له إيه ممكن طبعا عم أكد، لأنه كانوا أكثر من واحد، كانوا مجموعة. أنت وقت تقول له مجموعة بدك من واحد من المجموعة بتقول له أنت، يعني قاعدين 10 بدك أنت واحد منهم بتقول له أنت. أما إذا كان واحد ما في غيره، إذا واحد ما في غيره لا حاجة لأن تقول له أنت. بالضبط، معناته هي أنت أداة الانتقاء، أداة الاصطفاء، هيك عرفها أداة الاصطفاء. يعني في الكلام العادي نحن نقول تعالى أنت وصالح مثلا، لما في معطوف في عطف نذكر أنت، أما لو كان مفردا ما في داعي أن نذكر أنت. لا، إذا كان في مجموعة اثنان أو أكثر، مجموعة بدك تأخذ منها واحد يعني انتقاء. يعني نعم، انتقاء، يعني هون انت عم تنتقي، كما يقول المدرس لطالب تعال انت، تعال انت، هون هي اسمها هون انتقاء. هي هن قالوا هي زياده، لا هي مو زياده، هي اداه الانتقاء. يعني انت بدك في مجموعه بدك تاخذ منها واحد، لسبب ادم ما كان لوحده، كان في مجموعه. سناتي على قصه ادم ضمن القصص القرآنية. انت بتقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، تصير حشويه اذا كان ما في نوع ثاني، تصير ما لها معنى. يعني اذا كان الابناء لا يكونوا الا من الاصلاب، احتمال ثاني ما في، ليش عم تقول من اصلابكم؟ هي صارت زياده. اذا قراءه القران الكريم يجب ان تكون، يعني تامل القران الكريم وتدبره يجب ان يكون، يعني انت ليش بهذه القواعد؟ يعني انا وقت بقول لك اعطيتك تفاحه حمراء، بالضرورة في تفاح غير أحمر، بالضرورة، يعني إذا كان ما لا يوجد إلا تفاح أحمر. لحظة دكتور سمحت، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. هل هناك صالح لا يرضاه الله؟ ممكن، ليش لا؟ أيوة، عمل صالح من الذرة تساوي قم للذرية، هذا عمل ممتاز، بس هذا الله ما بيرضى. أو من الذرة تساوي مواد مشعة للطب، هذا عمل صالح ترضى. في ليش لا؟ يعني في أعمال كثير الإنسان عم يقدم فيها وعم يحط جهده ولا يرضى عن الله، مثل ما قال له لا لأمرنهم لو بتكن آتانا الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله.
تغيير خلق الله هي إمكانيات فظيعة جدا عند الإنسان، ممكن تكون في عمل صالح لا غير مرضي. بينما وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا يعني هناك أبناء بالتبني، وحكم أنه تزوج إذا كان عنده ابن بالتبني وتزوج هذا الابن، وإذا طلق مرته يحق للأب ياخذها. والرسول الأعظم أخذ مر زيد. نعم. أخذ مر زيد. حتى إنه أبطل التبني، بيقول لك مو لهي أبطله. مو له سبب. بس لاحظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. هي الآية لوحدها بتعين بدنا نعيد النظر بكل شيء اسمه التبني. نعم. كل شيء. اثنين، بآية المواريث ولأبويه ما قال لوالديه. ذكرت كثيرا الأب والوالد كثير شغلة كثير. لا تعريف بسيط، لا قبل أن نتوقف، تعريف بسيط للأب والوالد، ما هو الفرق؟ الأب مفهوم إنساني، الوالد مفهوم بيولوجي. قد يكون الوالد أب وقد لا يكون. الوالد هو من أنجب بيولوجي. من أنجب الولد. الوالد صاحب الحيوان المنوي، نقطة. نعم، ولكن والوالد صاحب البويضة. واضح. الأب من أب لك ومن أجلك، يعني أبوك اللي رباك واللي صرف عليك واللي أنشأك، والنسب للأب مو للوالد، للأم وللوالد الذي اعتنى بتربية الولد، النسب والإرث له. قد يكون هو الوالد وقد لا يكون. خليها لحلقات. قد يكون هو الوالد وقد لا يكون. خليها لحلقات الإرث. وضحت قديش دقيق؟ نعم، وصلنا الآن. نسب ولا دين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. أو أبائهن. لكن هاي مفهوم إنساني، لأنه حرمت عليك أمهاتكم ووالداتكم. لك يا ابني البهائم إلى والدات. بس قال له أمهاتكم، قال ليش؟ قال له هذا مفهوم إنساني. نعم، مفهوم إنساني. وصل إلينا دكتور الآن أن منهجك يقف على المصداقية، يجب أن نبحث عن المصداقية، وعلى لا ترادف، يجب أن نقرأ القرآن الكريم بعيون لا ترادف. لأن الله عز وجل يستخدم بين قوسين كلمتين بمعنى واحد، وأيضا لا زيادات نحوية، وهذا يضعنا في موقف من قواعد اللغة العربية يحتاج إلى وقفة أخرى. سنتابع معك دعائم وأسس وضوابط منهج القراءة المعاصرة، ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، نتابع ثانية حوارنا مع الدكتور محمد شحرور حول دعائم وأسس وضوابط القراءة المعاصرة، وحول منهجه وما استند عليه في إنتاج قراءته المعاصرة. وقد ذكرنا قبل الفاصل أن الدكتور استند إلى المصداقية، مطابقة القرآن الكريم مع الواقع يجب أن نبحث عنها وبدقة هائلة، وإلى اللا ترادف في اللغة، وأيضا اللا زيادات النحوية، ومثل لذلك بما بعد إذا، أي أن قواعد اللغة العربية بعضها يحتاج إلى إعادة نظر، أو ينبغي ألا نطبقه على كل آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نحصل على فهم أدق. بقي أن نتابع مع الدكتور ما هي الضوابط الأخرى والدعائم الأخرى للقراءة المعاصرة. ماشي. أيضاً أقول في اللا ترادف والعبث في الوصي في الإرث، قال ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وفي الوصية قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وضحيت. قال له بجوز لأنه الأبوين غير الوالدين. طيب أنت بالمستقبل بعدين عرفت أنه هذول الوالدين. مرة الإرث للوالدين ومرة الإرث للأبوين. للأبوين والوصية للوالدين. والوصية للوالدين. ليش؟ قال له لأنه إذا كان نعرفه، لأنه غالبا الأب والوالد واحد غالبا، هاي الحالة الشاملة غالبا. نعم. الأب نعم. بينما إذا بس حتى يعرفك أنه الأب لازم يكون ربا،
لازم يكون اللي رباه، في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، معناتها هذول والدوه بيعرفوا أنه ربوه، يعني صاروا أب ووالد. طب هل تعتقد دكتور أنه في حالات يعني مغايرة؟ قديش نسبتها؟ ولو كان قال له هاي الحالات مغايرة، نسبتها؟ حالات مغايرة الله سبحانه وتعالى جابر خاطر الناس كلها، ما خلى حدا ما جبر له سبحان الله. لكن هذه استثناءات بسيطة جدا. ما خلى، لا في عدد منيح. أولا اللقطاء في العالم قديش؟ هذول لهم والدين بس محدود ومعدود، عدد كبير جدا. وهذول اللقطاء الله سبحانه وتعالى ما لهم لهم والدين بس ما لهم أبوي. الله قال لهم تبنون، هل ما عنده أولاد؟ قال له روح تبناهم. التبني ساحة أخرى هي يعني أنت أبصرت النسب للأبوين وليس للوالدين. يقول لك تضيع الأنساب، الأنساب لا تضيع، الأنساب لا تضيع. أنا منسوب لأبي وأمي مو لوالدي ووالدتي. الوالد والوالد صاحب الدي ان اي، صاحب الحمض النووي بس. فالأم والأب لأنه المفاهيم الإنسان يحط فيها أباء وأمهات، هيك حط حرمت عليك أمهاتكم، واللي بترضي حط عليه أمهاتكم من الرضاع، حط أكثر من أم لك يعني، ممكن في أمهات المؤمنين كمان. والإحسان إلى الوالدين والبر للوالدين. قالوا وهدول اللي ما في شيء اسمه تفصيل المحرمات، ولا انتبه حتى هي محسوبة. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، كما ربياني صغيرة، كما أنجباني لك، كما نعم. ربياني صغيرة، ربوك يعني نعم. يعني هدول يعني هلأ صار في بر شو يعني. هلا اذا كان واحد مثلا ولد يتيم وولد وابوه امه حامله وابوه توفى، ما له بر اب، شو بده يبر فيه؟ ما له يعني ابوه ما له بر، يبر كافي له، يبر كافي له، او يبر ام امه موجوده يعني، يعني ابوه ما له بر عليه. فهي الامور اذا اخذناها بعين الاعتبار يعاد النظر، كل الترشيحات يعاد النظر فيها. صار نظرية المواريث يعاد النظر فيها لأنه استعملت فيها أدوات تانية تماما، ما في ترادف، ما في حرف زيادة، زيادة حرف ما في آية المواريث. إذا بدي استعمل فيها الجمع والطرح وضرب والتقسيم آية المواريث بيطلع المواريث اللي عنا. إذا كان أضفت للمواريث التحليل الرياضي والهندسة التحليلية والرياضيات الحديثة بيطلع عندي علم مواريث جديد تماما، يختلف عن العلم الموجود. كل شيء صح، كل شيء صح بالمواريث الموجودة انتقل اوتوماتيكيا لهون. وهذا بيقولوا دائما انه نحن لازم ندخل التراث وناخذ الغس ونترك السمين. بقول لهم على راسي العكس، لا لا بأي مناسبة يعني انت وقت بتاخذ التراث شو عرفك انه هي غس وهي سمين؟ الا اذا كان عندك منظومه جديده عم تستعملها هي بتلقط السمين. لا هي بتلقط، ليس بهذه السذاجه. يقولون عندما نغربل التراث او نحقق التراث او ندقق التراث بالتاكيد سيظهر. لا بدك منظومه، يعني انت بدك تاخذ ايه المواريث، حققتها طيب دققتها، بس انت عم تستعمل عمليات حسابيه الاربعه راح نفس الاشكاليات راح تعافيها في حالات من المواريث ما بيغلقوا 100%، النسب ما بتكمل 100%، لا في حالات بتزيد عن 100%، يعني دققة قد ما دققت هيك راح تطلع. اذا يعني بينما انت تاخذ منهج جديد باليه، بمنهج جديد، منهج جديد واليه جديد، منهج جديد انه وقت قال عن مورس تلك حدود الله، هي حدود مو عين الاسم. حدود تبقى ضمن حقل ومساحه، يعني يعني ارث الامراه السدس الربع والثمن هو الحد الادنى لارث المراه. في عندنا حلقات عن الارث دكتور. معنا بضع دقائق. كنت قد بدات بدعامه اخرى من دعائم منهجك، هي اللعبثيه او اللاحشويه. هي اللاحشويه ماذا تقصد؟ يعني وصف لنا اياها بطريقه يعني يفهمها الجميع. الهوي بقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذا كان ما في أبناء غير من أصلابنا هاي صارت حشوية يعني زيادة. اثنين في آية الحج نعم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. بدنا نميز أول شيء
انه في شيء هي اعطتك انه كامله، ليش في 10 مو كامله؟ هي 7 زائد 3 يساوي 10. نعم، يعني قد يفهم البعض زائده بمعنى زائده، وحاشا لله يعني ان يكون في اياته كلمات زائده او جمل او معاني. تلك 10 كامله، هذه يعني تحصيل حاصل. لا، تحصيل حاصل. لا، هو اعطاك معلومتين فيها. طبعا انا اتكلم ليس بلساني، يعني اعطاك معلومتين. المعلومه الاولى حتى يقول لك ما العشرة ايام بده يصير انقطاع بيناتهم. الكمال هو اتمام المتقطع. الكمال اتمام المتقطع، والتمام ما في تقطيع، هو كمال هو بدون تقطع. يعني انت بتصوم من الفجر الى المغرب. نعم. تفطر وتتغدى؟ لا لا لا، تغدى وكمل صيامك. هذا تغدى وكمل صيامك بصير. كمل وليس تمم. لا نعم. طب بسألك ثم أتم صيام إليه. أتم. التمام يعني ما في انقطاع إطلاقا. والكمال في انقطاع. اليوم أكملت لكم دينكم. قال له الدين بدي منه. إذا مرق كذا قرن إجا واحد تاني، مرق كذا قرن إجا واحد تاني. أنت بين 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 عيسى ابن مريم ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في 570 سنة. في مشكلة عدد. دكتور إيه؟ في مشكلة، ولتكملوا العدة. مزبوط، لأنه بتقطع إجباري. كيف إجباري؟ لا، أنت 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 فطرت لأنك مريض أو مسافر، على الأقل بدك تفطر أول يوم العيد. ما بصير صوم أول يوم العيد. قال له بعد ما قال له بعد ليه بتكمل؟ إذا هذه للرخص لك، ولتكملوا العدة لك، للرخص. ما في مجال بدك تأكل، ما بصير تستمر. يعني انه 30 رمضان واول يوم العيد كمل الصوم. قالوا لا، ما قدم. قالوا لا. طيب ارجعنا الى المثال اللي قلته، فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اولا سبعة يعني السبعة والثلاثة وراء بعض ولا متقطعين؟ اكيد متقطعين. هي واحدة. ليش قال تلك عشرة كاملة؟ اي هي واحدة، انه في تقطيع بيناتهم. ما في تمام بيناتهم. مو عشرة تامة، عشرة كاملة. وقت موسى جاء موسى لميقاتنا وعدنا موسى 30 فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. قال له ما صار انقطاع 30 و10. هذا ما دعاك أن تميز بين التمام والكمال، بالضبط. بين أكمل وأتم. لكن الفرق كتير كبير. وقت قال له لموسى، قال له على أنت أجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني ما قطع، يعني رأسا أتم، ما في انقطاع. ما في انقطاع. أما بالكمال في انقطاع. بالإكمال في انقطاع. نحن حتى بالفحص بالشامبوي إنه إكمال يعني في صيفية وبعدين يكمل. يعني توظيف هذه الفكرة في القرآن الكريم. هيش شوف الحياة بالقرآن، فرجنا إنه حتى يقول لك إنه الوقت قال لك عم كمل يعني في انقطاع، وقت عم يقول لك عم تم يعني ما في انقطاع. لا، قصد كيف نقرأ بهذه العيون، نتدبر القرآن الكريم. والله بدك تعود عليها. اثنين، الكمال قال لك عشرة كاملة، قال لك لأنه في سيستيم عد، في نوع عدد الكمال فيه مو عشرة، 12، في نظام الاثنى عشري. نظام عد. نظام عد 12 مو 20، يعني العشرة في نظام 19 مو 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 كامل. هلا بالإنجلترا نظام 12، يعني القدم 12 انش، ونظام الساعة ايضا. يعني قال لك كمان، يعني اعطاكم معلومتين، انه عندي انا عم بستعمل نظام 20، وفي نظام في نظام اخرى، ولحساب النظام ال 12 بيقول لك 10 على 12، ما بيحطها كسر، بيحطها على 12، 10 على 12. وقال لك انه في انقطاع، السبعة الثلاثة بالحج والسبعة اذا قبلاتهم بدك تاكل بالضرورة بدك تعمل بالضرورة. يعني ما راح إذا كان كما بيلك تام خلاص، لا بيلك عشرة. دكتور معنا دقيقة واحدة الآن. أصبح لدينا 4 دعائم شرحتها: المصداقية، اللا ترادف، ولا زيادات نحوية، ولا عبثية أو حشوية. هل هناك شيء آخر؟ معنا دقيقة واحدة. شيء أهم ثم يضاف إليها ورد أخر المصداقية. مثال على المصداقية. مثال عجيب. مثال خلي بدقيقة لو سمحت. بدقيقة تفضل. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يشهد أحدهما طائفة من المؤمنين.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وين مساقطة هي الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية، يقول لك الزاني لا يتزوج. لك شو عم تحكي أنت؟ ما قال زاني. عندك مفهوم جديد. إذا لا مو هيك حتى المصداقية يعني تكون، وين مصداقية يعني؟ عم يحكي على، ما عم يحكي على اليوم الآخر، عم يحكي على شيء بالدنيا، وعم يحكي على شيء موجود بطوكيو. الزاني لك ولا زاني موجود بكل مكان، موجود في كل مكان. طيب على ايش عم يحكي؟ نحن نسأل، نحن نسأل اين دقة ومصداقية هذه الآية بمفهومنا البشري كيف نراها؟ هنا فهموا ينكح يتزوج. طيب الزاني عم يحكي على فعل الجنس هون. الزاني في فعل الجنس هنا، النكاح ليس الزواج. لا لا لا، بس بالزواج في نكاح. نعم، هذا يجعل الآية في بؤرة المصداقية، في محط المصداقية. يعني كيف يعني إذا كان يعني زواج الزاني لا يتزوج إلا زانية؟ تعرف تفهموها فهموها لا تفهموها هيك، قالوا طيب إذا واحد زاني بيحمره ما زنا، قال إيه مرته لازم تزني. لك شو هالحكيته؟ شو هالحكي هذا؟ فهم غير مدقق. قال يزنى ولو في جدار بيته. دكتور، سنتابع معك بحث كثير من هذه الملفات والمواضيع. أيها الإخوة المشاهدون، حلقتنا انتهت، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.